حياك الله الغالي. رأيك في الملتقى؟ حقيقة بادرة طيبة جدا، واستمعنا لأسئلة كثيرة من الشباب، طرحت في قطاع التشغيل، طرحت في مبادرة تنفيذ رؤية عمان 2040، في الإجراءات المالية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على الفرد. لكن لمخيني أنا أتمنى أنه هذا المقطع يصل، مثل هذه المبادرات التي تجمع الشباب وفي تلاقح للأفكار وتناقل للرؤى، أتمنى ما يكون في العاصمة العمانية مسقط فقط، نعم، وإنما يكون بشكل دوري في عموم محافظات السلطنة. صح، هناك في شباب أيضا يحتاجوا يشاركوا ويدلوا بأصواتهم، وأنا أعتقد من خلال قراءة أعتقد أنه هذا الموضوع سيعمم في مختلف محافظات السلطنة. هذا هو إن شاء الله. تك العافية. الله يعافيك، وشكرا لكم جميعا، الله يحفظكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.